ولمتابعة أدق بشأن الأزمة السورية ينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة المحلل السياسي السوري ياسر سعد الدين. سيد ياسر، مرحبا بكم. يعني رغم مرور 7 أيام على صدور القرار 2401 بفرض هدنة على الغوطة، لكن الأنباء تشير بشكل واضح إلى مقتل 23 مدنيا وذلك بواسطة قصف جوي ومدفعي للنظام. يعني كيف تنظر لموقف المجتمع الدولي من انتهاكات النظام وحليفه الروسي؟ المجتمع الدولي كعادته يتعامل في قضايا المدنيين والمسلمين السنة تحديدا بلا مبالاة على الإطلاق. الأرقام والأعداد والضحايا، يعني الضحايا أصبحت أرقام في عرف المجتمع الدولي. المجتمع الدولي متورط حتى النخاع، ليس في التواصل بل حتى في البلوغ في الدم السوري. يعني رأينا التحالف الأمريكي، يعني وكأنما تم تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ يقصف الرقة وذلك يقصف يعني إدلب والشرق وحلب. يعني تعامل فيه نوع من توزيع الأدوار، وليس هناك مواقف. نعم هناك مواقف من بعض يعني الغرب، يعني الغرب ليس يعني طبعا هناك مواقف مشرفة على مستوى مؤسسات حقوق الإنسان، ولكن القرار السياسي ما زال يتعامل مع قضية سوريا سواء غربا أو شرقا كقضية فرصة لتنازع أشلاء الشعب السوري وتوزيع ثروات الشعب السوري من غاز ونفط إلى آخره. يعني تعامل بمطلقه بمجمله لا مبالاة. يعني رأينا كيف تصرفت الولايات المتحدة في عين العرب، رأينا كيف يتصرفون، رأينا بل الناطقة باسم الخارجية الأمريكية تطالب التركية باحترام بتطبيق القرار على 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 عفرين على الإرهابيين، بينما لا أحد يعني إلا لماما فقط يتكلم، وكل القضية فقط نوع من الضغط. ربما يصبح هناك ضغط على روسيا، ولكن ليس يعني ليس تعاطفا مع الشعب السوري، ولكن كنوع من الرد على التهديد البوتيني بامتلاك منظومة أسلحة جديدة. ربما الآن قد نرى نوع من التغييرات على الأرض، ولكن يعني بطريقة أنه ممكن تزويد الثوار بأسلحة، نوع من الأسلحة، يعني نوع من الضغط وإيلام الطرف الروسي كنوع من الصفقات ليس إلا. سيد ياسر، هناك مواقف حقيقة ظهرت على السطح ترفض موضوع القصف والتجويع وقصف الغوطة بالسلاح الكيماوي خاصة من فرنسا وألمانيا، لكن لا أذن مزغية من قبل نظام بشار الأسد بشأن كل تلك المحاولات هي الحد من عمليات القصف والتجويع التي تحدث كما ذكرنا في الغوطة الشرقية. بما تفسر ذلك سيد ياسر؟ النظام، أولا هناك السبب الأول هو اقتناع نظام اللا جدية. لو كان هناك جدية، يعني رأينا النظام ووالده عندما تعرض لضغوط تركية حقيقية ما عصر ما قبل أردغان وقبل عدالة التنمية في قضية عبد الله أوغلان في حوالي 1999 تقريبا. رأينا كيف تصرف حافظ أسد، رأينا كيف تصرف بشار الأسد بعد مقتل رفيق الحريري، وكيف سحب قوات من لبنان. لأنه هناك هذا السبب، هناك اقتناع بعدم الجدية. والسبب الآخر أيضا الحماية الروسية، يعني الحماية الروسية التي تشارك النظام وتعطيه تغطية. ولكن القضية نوع من قضية كسب وقت. يعني النظام الآن سواء العالمي أو روسيا الآن هم يعني يراهنون على قضية الوقت. شعب محاصر، يعني أو مجموعة من 400,000 مدني محاصر يقصفون بكل أنواع الأسلحة، وهناك تمهيد ومحاولات اقتحام المنطقة، حديث عن سيناريو حلب، تطهير المنطقة كما يسمونه، يزعمون تطهير عرقي حقيقة. فهم يراهنون على قضية الوقت لعل يعني هذا القصف الغير مسبوق وهذه المجازة واستخدام كل أنواع الأسلحة التي تتباهى روسيا بتجربتها على الشعب السوري حتى الكلور والكيماوي، لعل النضال على يعني يكون هناك ضغط على الثوار ويرضوا بسيناريو حلب وتطهر المنطقه ليحتلها يعني الغرباء والجنوب. هم يعني حتى يعني روسيا وفرنسا والمانيا، حقيقه هذا مثال صارخ النفاق، هو الصرخات فقط. لو هناك جديه لانعكست على الارض الواقع، لتم يعني في هناك عده يعني ما في مواقف، هناك فقط كلام لفظي، ليس هناك يعني لحظه مثلا من اجل اوكرانيا ممكن اجراء عقوبات على روسيا، لكن ما في اي عقوبات
على روسيا من أجل دم السوري المسلم السني، لأنه الآن في تواطؤ عالمي عليه، وهو فقط التنافس على توزيع الأشلاء والغنائم وثروات سوريا. من الدوحة المحلل السياسي السوري ياسر سعد الدين، شكرا جزيلا لكم.